السلام عليكم أعزائي، معكم أسامة غزال. الحلقة الماضية تحدثنا عن إنشاء إندكسز، فورين إندكس، والريليشنز بين جداول البيانات. عملنا ريليشن بين الديبارتمنت اي دي في الامبلويز، ربطناها مع الديبارتمنت اي دي في الديبارتمنت، بحيث انه هذا الفيلد يكون مربوط في هذا الفيلد، وسوينا لهذا الفيلد اللي هو في الاون ديليت وفي الاون كاسكيد، في الاون ديليت وفي الاون ابديت يعملنا كاسكيد، يعني يوحد هذا مع هذا. بهذه الحاله فعليا ما بنقدر نضيف احنا اي امبلوي له ديبارتمنت نمبر، وهذا الديبارتمنت نمبر مش موجود في الديبارتمنت. اليوم بدنا نتعلم جمله جديده او طريقة جديدة، وهي جملة الانسرت. كيف احنا نسوي انسرت لريكوردز، نعبي هذه الجداول، نسوي انسرت لريكوردز في هذه الجداول، نعبي بيانات. يعني احنا انشأنا المحتوى او الحاوية زي ما بيقولوا للمعلومات، هلا احنا بدنا نعبيها معلومات. كيف احنا جهزنا مستودع، قسمنا هذا المستودع لأرفف ولأعمدة. هاي الأرفف والأعمدة بدنا نعبيها هلا حاليا. العمود الفلاني، الرف الفلاني بده يكون فيه كذا. نفس الطريقة هون، الفيلد الفلاني، الريكورد الفلاني بده يكون فيه المعلومة الفلانية. خلينا نجرب هلا نشوف شو فوائد الريليشنز وايش هي الريليشنز بالضبط. شو هي الريليشنال داتابيز؟ كيف مربوطين في بعض؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نعمل هلا اول شيء نتعلم جملة انسرت. نتأكد انه احنا هاي في ماي داتا هون. بدنا نعطي جملة انسرت انتو. على الانسرت انتو او السيلكت ستار او اي جملة اخرى احنا بنعملها، بامكاننا نحط اول شيء اسم الداتابيز دوت داتابيز اونر دي بي او، مين الاونر، دوت اسم التابل اللي هو مثلا الامبلويز. هذه طريقة. او اذا احنا موجودين في نفس الماي داتا بنشيل هذا الحكي كله وبنحط هيك، او بنعمل use my data. خلاص مجرد ما انا عملت use my data فانا استعبت بكل جملي عن اللي هي الماي داتا دوت دي بي او دوت كذا عطول. الانسر، جملة الانسر في عنا احنا اكثر من طريقة فيها. اول طريقة في عنا انه نحط اسماء الفيلد بين قوسين، اول فيلد الاوردر اي دي، ثاني فيلد الامبلوي نيم، ثالث فيلد بيناتهم فواصل عاديه السالري، رابع فيلد الديبارتمنت اي دي، اخر فيلد اللي هو البيرث ديت. طيب ايش بدنا نعبي في قلبهم؟ اما بدنا نعبي قيم وهي الطريقة الأولى، وإما بدنا نعبي من جدول بيانات آخر، وإما بدنا نعبي بأي طريقة أخرى. في كثير طرق. إحنا هلا خلينا نيجي نحكي القيم، نيجي نحكي له values. نفتح قوس. أول value بدها تكون هو عبارة عن أول field. شو أول field؟ order ID 1 فاصلة employee name. نفتح single quotation، نكتب له عبد الرحيم ابراهيم، وبنسكر السنجل كوتيشن. ثالث فيلد السالري 1500 مثلا فاصله. رابع فيلد اللي هو ديبارتمنت اي دي، ديبارتمنت اي دي رقم 1. اخر فيلد اللي هو البيرث ديت، بنفتح سنجل كوتيشن. الديت في الاس كيو ال سيرفر بنحط اول شيء المانث او المانث، بعدين الداي، بعدين الير، وبيناتهم اشارات الناقص. يعني لو احنا بدنا نيجي نحكي له تاريخ ميلاده 20/2/1980 مثلا، نحكي له 02 ناقص 20 ناقص 1980 single quotation close. هذه الجمله ما راح تتنفذ اطلاقا لعده اسباب. اول سبب الاوردر اي دي. الاوردر اي دي احنا هون مسوينه ايش؟ رايت كليك بروبابيلتي، عبارة عن identity.
الايدنتيتي في ترو. ايش معنات ايدنتيتي؟ ايدنتيتي اللي هي تضاف لحاله، معرف لحاله، احنا ما بنقدر نلعب فيه. ولحاله بضيف واحد واحد واحد، يعني هذا راح ينشأ لحاله، مش راح يسمح لك انك تنشئه فعليا، وكأنه ريد اونلي فعليا. هذه اول مانع. المانع الاخر من تنفيذ هذه الجمله انه عندنا فورين كي هون مربوط في برايمري كي هون. يعني لو اجينا هون قلنا له probabilities، راح نشوف انه هذا الفيلد، اسف ريليشنز احنا نيجي نحكي اللي هي probabilities هون، راح نجد انه احنا مالنا هاي اللي هي الكيز، حنلاقي الفورين كي هذا مربوط مع البرايمري تيبل ديبارتمنتس، مربوط مع البرايمري كي ديبارتمنت اي دي. وطريقة ربطه اللي هي في الديليت كاسكيد وفي الابديت كاسكيد، يعني ما راح نقدر نهرب منه. خلينا نجرب ننفذ ونيجي نحكي له اكسكيوت على طول. اطاك كانت انسرت اكسبلت explicit value for identity column in table employees when identity insert is set to off. اذا هذا ال identity مستحيل تقدر تودع او تتخزن في قلبه. فاذا هذا بدنا نحيه اول وحده، وهون ثاني شيء بدنا نشيله. نيجي ننفذ كمان مره، راح يمنعنا هلا عشان الريليشن. The insert statement conflicts with a foreign key constraint كذا كذا كذا. The conflict مع departments column department ID، نفس الكلام اللي حكينا فيه. إذا قبل هذا الحكي كله بدنا نسوي له ريمارك. هاي إشارة الريمارك اللي بنحط سلاش ستار وآخر إشي ستار سلاش، بنضلل فقرة كاملة. طيب بدنا نروح نسوي insert into departments. شو اسم الكولوم الفيلد الاول؟ هل بنقدر نحط الديبارتمنت اي دي؟ لا، لانه ايدنتيتي. اذا بنحط الديبارتمنت نيم مباشره فاصله الديبارتمنت مانجر، لنفرض نقول هون لا، لانه احنا لسه لحد الان ما سوينا امبلويز حتى نحط مين الديبارتمنت مانجر. سوري اسف، هون ديبارتمنت مانجر اي دي. بعدين نيجي نحكي له values، نفتح قوس الديبارتمنت نيم، نقول له مثلا مانجمنت فاصله الديبارتمنت مانجر، نقول له null. حاليا null ما بدنا نخزن في قلبه. اذا السترينج دائما او البار تشار او التشار بتبدا بسنجل كوتيشن وبنتهي بسنجل كوتيشن. نيجي نحكي له جو، وحتى نشوف النتيجة مباشرة نقول له select star from departments. نيجي نعطي F5 اللي هي run، عطول أعطاني department ID 3، management اللي هو department name، والdepartment manager ID أعطاني إياها null. الآن بنقدر ننفذ الجملة الثانية. إذا هذه بنضللها أو بننشئ قيمة ثانية، نحكي له بدل مانجمنت اكاونتنج ديبارتمنت، هيضاف لنا واحدة ثانية. نيجي نقول له سيلز ديبارتمنت، نحكي له كاستمرز سبورت ديبارتمنت. نيجي بنحكي له مثلا انفنتوري department. اوكي، marketing department. هلا احنا هيك عملنا مجموعة departments. اول department ID اعطانا اياها رقم 3، بلش برقم 8. ليش اعطانا؟ المفروض يبلش معنا برقم 1،
لأنه أنا كنت ضايف قبلها وماسح. هلأ خلصنا من الديبارتمنت، نرجع ل الانسرت بتاعت الامبلويز. هاي جو وسيلكت ستار فروم امبلويز. هلا بنيجي بنحكي له امبلوي سالري عبد الرحيم، بدنا عبد الرحيم مثلا باي ديبارتمنت، مثلا بالسيلز بحط رقم 5 ديبارتمنت اي دي، بنيجي بنعطيه اف 5 على طول، ضف لنا تحت هيو اوردر اي تي 8 عبد الرحيم ابراهيم، راتبه 1500، ديبارتمنت رقم 5، البيرث ديت تبعته كذا. نيجي نضيف اسم ثاني، عزة محسن، راتبه 700، ديبارتمنت رقم 15، تاريخ ميلاده 87 11 شهر مثلا 3 4 7. اوكي، هل راح يوافق؟ ما راح يوافق. ليش؟ لانه الديبارتمنت اي دي هون اعطينا 15 واحنا ما في عندنا هون رقم 15. فلو اجينا نجرب ننفذ على طول حيعطينا انه كونفليكت مع الفورين كي. اذا لازم نختار له من الرينج اللي موجود عندنا هون. لنفرض عزة في الكاستمر سبورت، فنحط له مثلا رقم 6، نعطيه اف 5، على طول اعطانا الاوردر. لاحظوا انتم المحاولة الفاشلة للاضافة يعني زاد رقمين مش رقم، يعني المحاولة هو اخذ اي دي بس ما نفذ، فهو راح علينا رقم. اوكي، فكل محاولة بيروح علينا رقم. هذا بدنا نعالجه ليتر اون، نقول لكم كيف نعالجه. اوكي، طيب نيجي نضيف عميل ثالث او امبلوي ثالث، موظف ثالث. نيجي نحكي له محمد سالم، راتبه مثلا 900 دينار او دولار، ديبارتمنت مثلا بالاكاونتنج 4، تاريخ ميلاده شهر 5 23 1995، اف 5. نيجي نضيف له كمان مجموعة، فإحنا خلينا نيجي نضيف هلا مجموعات. عشان بعدين نصير نسوي عليهم تجارب. سمير إبراهيم راتبه 500، الديبارتمنت الكاستمر سبورت مثلا شهر 1 30/1، ونيجي ننفذ له كمان هون مثلا رائد غزال، راتبه 850، مواليد 2000، 4. نيجي نضيف له سليمان نسور، راتبه 1700 مثلا، في المانجمنت سنة 1975، 16/6. نيجي نحكي له كمان مراد ناصر، راتبه برضو مثلا 1200، في المانجمنت، مواليد 79، 17/8. ونيجي نحكي له هون بقسم السيلز مثلا نائل،
جمال 800 اسم السيلز مواليد 96 يكفي. هاي نفذنا ضاف لنا مجموعة. هاي طريقة. طريقة أخرى، إحنا ماذا بنحط values؟ خلي values. هلا إحنا حطينا هون أسماء الفيلدز، بإمكاني أنا إذا بدي أعبيهم كلهم ما أحط أسماء الفيلدز. يعني إحنا ممكن هون أول طريقة هذه نشيل أسماء الفيلدز كلهم. ونيجي نحكي له هون رامي سامي راتبه 600 قسم الماركتينج شهر 12 15 خليه 88. هاي طريقة سوينا له insert into employees وحطينا أسماء الفيلدز ورا بعض. الطريقة الأخرى بدل ما نحط اسماء الفيلدز كلها بدناش الديبارتمنت وبدناش السالري سوري بدناش الديبارتمنت وبدناش البيرث ديت. هاي طريقة أخرى. ونيجي ننفذ. أعطانا مشكلة. ليش؟ لانه احنا عندنا هذا اللي هو الديبارتمنت اي دي عباره عن فورن كي اجباري انه يدخل، لكن الديت مش اجباري. فانا هون ضاف هذا ولكن هذا ما ضافه، فاجباري اني احط له اللي هو الديبارتمنت. اوكي هيك ضافوا. فاذا لاحظوا اخر واحد اللي هو نور الدين البيرث ديت اعطانا نل، بس ما سمح لنا هون نحط نل لانه هذا اجباري. هذه اول طريقه لجمله الانسيرت، والله يعطيكم العافيه. السلام عليكم.